بسم الله الرحمن الرحيم. حلب 28/7/2012. تم استلام المبالغ المرسلة من مؤسسة الرعاية الإنسانية العالمية، حليب أطفال. جينا حليب أطفال لان 2، السلة الغذائية للعائلة رقم 899، سلة غذائية للعائلة رقم 461، 531. وتم تجهيز يتم الآن تجهيز السلة الغذائية ليتم إرسالها للعوائل النازحة. هذه بعض المواد التي وصلتنا إلى حد الآن. هناك صعوبة في إيصال بعض المواد بسبب الأوضاع الأمنية في مدينة حلب. رز، عدس، معكرونة، سمن، شامبو، مرتديلا، اندومي، حفاضات أطفال، حليب للأطفال، زيت، جبنة، زيتون، عطون، رز، السلام عليكم.